أشكر سيد رئيس الدولة وكل من ساهم وجاهد لترقية مدينة عفلو إلى مصف الولايات. أرحب بقرار رئيس الجمهورية القاضي بترقية عفلو إلى ولاية منتدبة، ونتمنى أن تبرمج الكثير من المشاريع التنموية التي تعود بالفائدة والنفع على ساكنة هذه الولاية المنتدبة الفتية. يوم سعيد كما نقول، يعني بأن هذه البلدة أو هذه الولاية اللي عانت الكثير وانتظرت انتظار لمدة طويلة حتى شرق يعني هذا الفجر اللي احنا يعني فرحين ومسرورين بهذا اليوم العظيم. نحن سعداء بعد قرار رئيس الجمهورية عبد النجيد تبون بهذه الولاية المنتدبة، ينقل فيها ازدهار، ينقل فيها مشاريع بالنسبة لمدينة لولاية آفر المنتدبة، كذلك مناصب التشغيل.